الخبر اللي بعده، ستوك سيتي النادي بيلعب في رمضان صبحي، يغلق صفحته بالفيسبوك لهجوم المصريين عليه. طب ما عادي، ما المصريين بيهجموا على اي حاجه في الدنيا. احنا كنا هنهجم على كيم كارديشيان من شويه مش هيحصل حاجه، ما احنا هجمنا على المولات في البلاك فرايداي. صح رحت صح. اشتريت ايه انت من هناك؟ ما نزلتش اصلا. اما اللي صح، ما انا بصدق على كلامك، انا واثق فيك يعني. وبعدين رمضان صبحي ده ابننا يعني، ينزل الملعب كده يلمس الكوره يقول بص الواد عليه لمسه عنب، يتصاب يقول بص عليه رباط صليبي علب، يعني في حب ما بيننا وبين رمضان صبحي كده. صح ابننا يا جدعان بتشجعه. صح.